يعني ببساطة ما تعليقك على الموقف؟ يعني كما تابعت حقيقة من خلالكم وأيضا من خلال وسائل الإعلام أن الشاب وصل إلى النمسا في عام 2020 بالفعل، وقدم طلب لجوء ولكن طلبه تم رفضه. يبدو أن هيئة الاستخبارات أو هيئة حماية الدستور النمساوية كانت لديها معلومات مسبقة عن وضع هذا الشاب، ربما يعني منذ لحظة وصوله إلى الأراضي النمساوية، ثم تم توجيه على ما يبدو مذكرة إنتربول لإلقاء القبض عليه، لأن الشاب ذهب إلى ألمانيا بهوية، يعني كما تم النشر في وسائل الإعلام، بهوية مزورة، وكان ملف اللجوء لا يزال مفتوحا، يعني ملفه لا يزال قيد العمل في المحكمة المختصة. كان يشعر على ما يبدو هذا الشاب أن هناك يعني خطر ما يتربص حياته، أي بمعنى الخطر القانوني من أي محاكمة، ثم تم إلقاء القبض عليه في ألمانيا وتسليمه أصولا للسلطات النمساوية بحسب مذكرة الإنتربول الدولية. يعني وضع مثل هكذا، وضع حالة حقيقة كان قد تكرر سابقا في بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثلا السويد التي كانت سباقة قبل غيرها من البلدان في محاكمة بعض الذين تعتبرهم مشاركين في الحرب في سوريا بغض النظر عن أي جهة ينتمون. مثلا هناك بعض المقاتلين من جيش الأسد ويعني بعض الميليشيات التي تصنف أنها ميليشيات إرهابية، خاصة حلفاء نظام الأسد، يعني من المقاتلين اللبنانيين أو غيرهم، وصلوا إلى أوروبا، بعضهم لا يزال حتى الآن يسرح ويمرح كما يقال دون أن يتم إلقاء القبض عليه أو دون أن يتم تقديمه إلى المحاكمة. وبالمقابل هناك بعض المقاتلين الذين ينضوون تحت لواء المعارضة بين قوسين، الجيش الحر وبعض التنظيمات التي ظهرت بعد عام 2013، يعني أقصد هنا التنظيمات الإسلامية. بالنسبة للأوروبيين جميعا، الاتحاد الأوروبي يصنف الجماعات الإسلامية أنها جماعات متطرفة أو جماعات إرهابية، يعني بغض النظر عن كون هذه الجماعات سواء كانت معتدلة أو راديكالية. أما بالنسبة للجيش الحر، لم يعد هناك أي تعامل مع الجيش الحر بالنسبة للأوروبيين والاتحاد الأوروبي، بمعنى ذلك أن أي مقاتل يصل إلى الأراضي الأوروبية ويقدم طلب لجوء سيتم التعامل معه كأنه عنصر إرهابي أو غير ذلك بحسب القوانين الأوروبية، التي حقيقة يعني لا تريد أن تستقبل أي لاجئ بصفة مقاتل، إنما تريد المدنيين حصرا، وهذا ما ثبت جدواه خلال السنوات الماضية. رأينا كيف أن المحاكم في أوروبا عموما والدول التي تعتني بشؤون اللاجئين تهتم بالمقام الأول بالمدنيين والعسكريين تضعهم جانبا حتى لو كانوا ضباطا، يعني والكل يعلم أن الضابط لديه وضع خاص جدا فيما يتعلق بمسألة اللجوء. يتم التعامل مع هذه الملفات بحساسية قانونية وبحساسية أمنية أيضا، يعني معنى ذلك أنا كما أعتقد أنهم يريدون أن يغلقون الباب أمام أي لاجئ ينتمي إلى أي فصيل مسلح، يعني حتى تكون هذه المسألة بالنسبة لهم محسومة، وحتى تكون هذه المسألة أمام أي لاجئ يريد أن يصل إلى هذه البلدان الأوروبية، أن يتخلى عن فكرة اللجوء إذا ما كان السابق قد عمل في إطار أي عمل في إطار بس أي تنظيم. أعتقد يعني عسكري. أستاذ سائر إن ده المفروض إن هو طبيعي يعني بالنسبة لدول كتير. يعني الطبيعي بالنسبة لديهم دكتورة، طبيعي بالنسبة لديهم أن يكون اللاجئ ناشطا سياسيا، أن يكون ناشطا في حقل حقوق الإنسان، لا أن يكون ناشطا عسكريا. هذا هو يعني الذي تبين حتى اليوم، يعني هم لا يريدون أن يستقبلون أي عسكري، وتحديدا من الشرق الأوسط، يعني هذا العسكري سواء كان ينتمي إلى ميليشيات أو حتى إذا كان ينتمي إلى جيوش نظامية، يعني مثل الجيوش التي ينشق منها بعض هؤلاء العسكريين، يعني كما كنا نرى في السابق في العراق مثلا في الثمانينات والتسعينيات، أو حتى اليوم كما يفعل بعض الضباط السوريون الذين انشقوا عن نظام الأسد خلال السنوات الماضية. وجدنا أن ملفات الكثير منهم تم تجميدها، يعني حتى أن اللجوء لم يحصلوا عليه بسهولة. يعني أستاذ ثائر، الشاب يقول أنه كان يدافع عن أرضه ضد النظام الذي قتل أباه وزوج أخته، لماذا معايير التحرر نشعر أنها تختلف لربما بين بلدنا وأوروبا؟
طبعا يعني الشاب لديه حجة، وهذه الحجة يقدمها أمام القضاء وأمام المحامين ليدافع عن نفسه بطريقة منطقية كما يرى هذا الشاب، ولكن القضاء لا يأخذ بذلك مطلقا بمثل هذه الأقوال، يعني لا تدعم الحجة القانونية أمام القاضي. بالأخير القاضي يستند إلى حزمة قوانين، ويستند أيضا إلى الحالة الأمنية والتقييم الأمني للمقاتلين الأجانب الذين يصلون إلى الأراضي النمساوية أو حتى إلى عموم الأراضي الأوروبية. لذلك كله الشاب يعني من الطبيعي أن يدلي بمثل هكذا أقوال في سبيل الدفاع، يعني ربما الدفاع الذاتي أو الدفاع الشخصي عن ملفه، ولكن هذا كله لن حقيقة يجدي نفعا. يعني بنهاية المطاف صدر قرار المحكمة وتم الحكم على الشاب 2 عام. بالمناسبة يعني حتى الحكم مقارنة ببقية الأحكام التي أصدرتها المحاكم السويدية مثلا أو نعم. المحاكم حتى الألمانية، يعتبر الحكم مخفف بالمناسبة، لأن الأحكام التي صدرت في البلدان الأوروبية الأخرى بعضها وصل إلى 6 سنوات وبعضها وصل إلى 10 سنوات. يعني على كل حال يعني هذه ربما رسالة ويعني واضحة المعنى والمغزى، أنه يعني باب أوروبا مغلق تماما أمام أي لاجئ يحمل صفة عسكرية، خاصة إذا كان ينتمي إلى بعض التنظيمات المسلحة، بغض النظر عن يعني انتماء هذه أو بغض النظر عن محتوى هذه الجماعات، إذا كانت جماعات تصنف بأنها معتدلة أو إذا أنها كانت تصنف راديكالية. أريد أن أقول يعني نعم نقطة، تفضل. أن الأوروبيين يعني بعض الحكومات الأوروبية حقيقة التي لديها مشاريع في الشرق الأوسط، يعني مشاريع سياسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، يعني رأيناها أنها دخلت العراق عام 2003، ويعني كانت عملية عسكرية واسعة النطاق. حتى في سوريا لديهم قواعد عسكرية، يعني هناك دول أوروبية تمتلك قواعد عسكرية في سوريا. في الشرق الأوسط يصنفون الجماعات المسلحة على أنها معتدلة وراديكالية. ما يصل من هذه الجماعات إلى أوروبا تسقط عنه هذه الصفة، بمعنى أنت معتدل في الشرق الأوسط لأنك ربما من خلال نشاطك العسكري تحقق أجندات معينة يعني بطريقة غير مباشرة، لكن ما أن تصل إلى الأراضي الأوروبية طالبا للجوء بعدما أن تجد أن يعني نشاطك أو عملك العسكري سواء كان قتاليا أو لم يكن قتاليا، يعني كان في إطار العمل الأمني، ستجد نفسك، وهذا أنا ما أريد أن أقوله لكل لاجئ مثلا، ستجد نفسك تصنف بأنك إرهابي أو ربما أنك في خانة الغير مرغوب بهم. يعني هذا هو الواقع يعني حقيقة الذي لا نريد أن نبهرجه كثيرا، هذا هو الواقع. الراديكاليون هم راديكاليون في كل مكان، يعني الجماعات الإسلامية المتشددة مثلا تصنف بأنها راديكالية سواء نعم كانت في الشرق الأوسط أو سواء كانت تعيش في أوروبا. يعني هناك راديكاليون كما تعلمين يعيشون في أوروبا وعليهم تجنيد أمني كبير، بعضهم شكرا كان جزيلا، نمسا. شكرا جزيلا الإعلامي ثائر الناشف، وشكرا لك أيضا على تعليقك وانضمامك إلينا. شكرا جزيلا لكم أيضا، ومساء الخير. شكرا.